عشان هيك الكنيسة حطت لنا بحدود ال 200 يوم صوم بالكنيسة، أربعة وجمعة مدار صيامات كثيرة بالكنيسة أعطتنا إياهم الكنيسة، حتى الإنسان يتدرج بالتنقية ويستمر في جهاد روحي مستمر في الارتقاء من درجة لدرجة، وهيك بتعظم نوعية صومه وبتغير تفكيره في الصوم حتى يوصل لتنقية الذهن، ومن تنقية الذهن تنقية القلب.